درب جنوب شمال جيكم لون هذا الوطن يطلع سرب من الأبطال يرد الفزع بأي ثمن يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكفان يكبروا يا رجال الله أكبر الله أكبر الله أكبر طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال مع القدس واقفون مع غزة إلى آخر لحظة وآخر نقطة غزة اليوم طائرات تقصف ودبابات تعصف وبوارج تنسف وعيون تذرف ودماء تنزف هؤلاء إخوتنا تحت الدمار تحت النار يا للعار أين المسلمون أين العرب علينا أن نقوم بواجب النصرة فهم يحتاجون إلينا فهم عرايا من غير كساء وجياع من غير غذاء ظالمة أو مظلومة فلسطين الأبية فلسطين التي سوف تنتصر واليوم وقفنا وقفة حتى نقول أن هؤلاء الأطفال الذين تم قتلهم وتلك النساء الذين سبيوا أننا اليوم من العامة نقول أن أبناء عامة يمثلون هؤلاء جزء من الأمة وجزء من الوطن ونقول أن غزة تنتصر غزة الانتصار غزة الأبية سوف تكون لها شأنا على أننا نقول أن المسلمون كالجسد الواحد إذا تداعى جسد بصال الحمى فكل جسد يتعلم عندنا هو مناصرة إخواننا الفلسطينيين في غزة بكلمة الحق عندنا رب يطمس من عز وجل لك إما باللسان وإما بالسيف ضاربة المظلومة اليوم يقف سكان عامة نصرة إخوانهم في غزة نصرة على المذبحة التي قام بها اليهود المذبحة التي قام بها الأمريكان حيث قتلوا في مقرب الساعة القضية ليست فيها قومية وليست فيها عروبة وإنما فيها دين وعقيدة فهي للمسلمين جميعا فلا بد لهم أن يعدوا العدة وأن يؤيدوا إخوانهم وأن يكونوا معهم في كل ساعة وفي كل حين ولله در بن البشير الإبراهيمي إذ قال إن غرس بني صهيون لا ينبت وإذا نبت لا يثبت فلا بد للنفوس أن تتحرك الآن.